وتوقعاتهم بتراجع الجنيه المصري لمستوى 45 جنيه مقابل الدولار، هذا وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن وكالة فيتش سولوشنز. نقف عند أبرز هذه التفاصيل عند تحليلات أكبر لحركة الجنيه وغيره بالاقتصاد المصري مع الزميل محمد عادل المحلل المالي للشرق. شكرا لك. شكرا نور. تسعير الأسواق لنهاية التشديد النقدي خلق زخما في الأسواق والأسهم والسندات بشكل عام. هذا الزخم انتقل إلى الأسواق الناشئة، خاصة أسواق السندات التي عانت بشكل كبير وانخفضت في 2022 وفي النصف الأول من هذا العام. لكن مع عودة الزخم وتسعير الأسواق أن تقريبا انتهاء التشديد النقدي بات واضحا وباتت الصورة يعني مؤكدة، بدأت الأسواق والمستثمرون والأموال الساخنة البحث عن العوائد خلال الفترة المقبلة، وبدأت التدفقات تذهب وتتجه بشكل سريع إلى الأسواق الناشئة وسندات الأسواق الناشئة. باللون الأزرق هو ارتفاع السندات، مؤشر بلومبرج للسندات الأسواق الناشئة خلال شهر نوفمبر حتى الآن أكثر من 4%، أكثر من نسبة ارتفاع مؤشر بلومبرج للسندات العالمية. هذه النسبة هي أكبر نسبة ارتفاع شهري حتى نوفمبر من 2022. تدفقات بدأت تذهب بقوة. هذه التدفقات وهذا الزخم الذي انتقل إلى الأسواق وأسواق الدين في الأسواق الناشئة انتقل إلى السوق المصرية، خاصة أسواق الدين التي كانت تعاني بشكل كبير من مبيعات على السندات المصرية بسبب المخاطر المرتفعة. هذه المخاطر رفعت العوائد على السندات المصرية الاستحقاقات القريبة، خاصة استحقاق 2025، وصلت العوائد إلى 23%، ووصلت استحقاق 2032 إلى قرب 18 أو 19%. لكن هذا الزخم ومع يعني الحلول الواقعية أو المحاولات الجدية والحثيثة من الحكومة المصرية لحل الأزمة الحالية خلال الفترة الحالية دفع العوائد إلى الانخفاض، تدفقات ومشتريات على السندات الدولارية المصرية خاصة الاستحقاقات القريبة انخفضت العوائد تقريبا، يعني على سبيل المثال العامين تقريبا انخفض بحوالي 40%، من 23% إلى قرب 13%. يعني أصبح الفارق بينه وبين العوائد متوسط العوائد على السندات الدول الناشئة عند 8.5%، فقلص هذا العوائد، كان وصل إلى تقريبا أكثر من ضعفي العوائد على سندات الأسواق الناشئة. أيضا خفض من المخاطر بشكل كبير مخاطر التعثر ومخاطر التأمين ضد التعثر على السندات المصرية التي ارتفعت ووصلت مستويات قياسية أكثر من 1800 نقطة تقريبا، الآن انخفضت بحوالي 32% من آخر الشهر الماضي، من آخر أكتوبر وصلت إلى تقريبا 1270 نقطة. كل هذه العوامل هي مؤشرات استباقية أن المخاطر، نعم هناك مخاطر جيوسياسية، ولكن وصلت العوائد لمستويات مرتفعة عند هذه المستويات، يعني وجدت قوة شرائية عند هذه المستويات من الأجانب والمؤسسات على هذه العوائد، خاصة مع اقتراب يعني وجود إحدى الحلول على الأزمات الحالية في مصر. سوق الأسهم والتدفقات ما زالت مستمرة تحوطا من تقلب العملة وتقلب التضخم وارتفاع التضخم خلال الفترة الأخيرة، لا تزال عند مستويات الأعلى حتى الآن عند 25 ألف، أعلى مستوى 25 ألف نقطة. لكن يعني من الواضح أن معظم الأسهم في السوق يعني على ارتفاعات قوية، 93% من الأسهم المدرجة في مؤشر البورصة الثلاثيني أعلى متوسط 200 يوم، وبالتالي هو يعكس بشكل كبير الزخم والاتجاه على المدى المتوسط، هو في اتجاه صاعد حتى الآن، حتى مؤشر القوى النسبية يشير استقراره في النطاق يعني أوفربوت، وهو طبعا يعني يشير إلى استمرار الزخم على الأسهم المصرية حتى الآن. خلال الفترة المقبلة سنتابع طبعا يعني لهجة البنك المركزي المصري، خاصة مع انخفاض التضخم على المدى القصير، سنتابع يعني لاحقا أيضا تبعات ارتفاع أسعار الوقود على مؤشر التضخم وقرار البنك المركزي المصري. شكرا لك محمد عادل على كل هذه التفاصيل. دائما من لندن ينضم إلينا ريدموند رامسديل رئيس قسم تصنيفات بنوك الشرق الأوسط والخدمات المصرفية الإسلامية في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية. أهلا بك.
معنا سيد ريدموند. دعني أبدأ من توقعات فيتش سولوشنز لمستويات الجنيه المصرية. أنا يوم أمس كنت سألت أحد أيضا الخبراء بعد هذا التقرير على أنه إذا ما كان هناك نوع من التفاؤل مفرط في هذه المرحلة لقوة الجنيه المصري في كل هذه في ظل كل هذه الظروف الضاغطة، فهل تتفق على أنه هناك نوع من تفاؤل كبير في هذه المرحلة؟ البيئة التشغيلية للبنوك المصرية تظل محفوفة بالتحديات، والتحديات تظل قائمة وهي كثيرة. على سبيل المثال، أنتم تطرقتم إلى التضخم المرتفع والضغوط على العملة، وكذلك حالة عدم اليقين الجيوسياسي. كل هذه العوامل تضغط على ثقة المستثمرين، ومع ذلك نتوقع نموا معتدلا في الناتج المحلي الإجمالي في 2024 بحدود 3.5% وربما 4% في العام الذي يليه، ونتوقع المزيد من التراجع في قيمة الجنيه المصري، وتحديدا بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر. وهذا الأمر أدى إلى ضعف الثقة في سعر الصرف الحالي، وهذا الأمر يتجلى في الفرق الواضح بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في سوق الموازية، والفرق بحدود 35%. طيب سيد ريموند، تدهور الأوضاع الاقتصادية بما في ذلك شح النقد الأجنبي والتضخم المتصاعد أثر على تصنيفكم لثلاث بنوك من كبرى البنوك في مصر في هذا الشهر، أيضا في ظل توقعات بي ام اي تابعة هي لفيتش بأنه سعر الصرف يتراجع بنحو 30% خلال الربع الأول من 2024 إلى قرابة 40 جنيه للدولار، وأيضا تباطؤ التضخم في 2024. كيف ترون انعكاس ذلك على هذا التصنيف تحديدا لهذه البنوك الثلاث؟ أنت تتحدثين عن بي ام اي وفيتش سولوشنز، وأنا مدير قسم تصنيفات بنوك الشرق الأوسط للخدمات التصرفية الإسلامية في الشرق الأوسط، ونحن نختلف كشركة عن الشركات الشقيقة. ولكن بالنسبة لفيتش ريتينجز خفضنا تصنيف 4 بنوك بما في ذلك البنك الأهلي، ونحن خفضنا تصنيف الـ ADR من B إلى B- مستقر، وهذا التصنيف جاء بعد التخفيض للتصنيف السيادي لمصر في نوفمبر من B- إلى B- مستقر، وهذا التخفيض في التصنيف يعكس الارتباط الكبير بين التصنيف السيادي والوضع الائتماني لهذه البنوك، وخاصة أن هذه البنوك لديها الكثير من الديون الحكومية. مثلا البنك الأهلي المصري لديه أكثر من 40% من إجمالي أصوله ضمن الديون السيادية المصرية، كما أن هذه البنوك تقرض أيضا إلى القطاع العام وشركاته بمقدار كبير، وبالتالي النظرة المستقرة التي ذكرتها بخصوص البنوك هي تعكس النظرة المستقرة للتصنيف السيادي المصري، والسبب في ذلك هو أن التصنيف السيادي يؤثر على التصنيف الائتماني للبنوك، وخفضنا تصنيف البيئة التشغيلية للبنوك المصرية وخفضنا إلى بي ماينس مستقر من بي نيجاتيف، ومجددا هذا الأمر متوافق مع التصنيف السيادي وإجراءات التصنيف السيادي، والسبب في ذلك هو أن ظروف التشغيل في البنوك ترتبط ارتباطا كبيرا مع التصنيف السيادي والوضع السيادي. وكما قلت، نحن نأخذ بالحسبان الانكشاف الكبير على الديون السيادية، وكما قلتم قبل قليل أيضا هذا الأمر يعكس السيولة الخارجية الشحيحة والنقص الكبير في العملة الأجنبية وارتفاع التضخم، فالتضخم على أساس سنوي كان 36% في أكتوبر، وبشكل عام هناك ضعف في ظروف ممارسة الأعمال في القطاع غير النفطي. وكما قلت قبل قليل، نحن نعتقد أن الناتج المحلي الإجمالي سيتباطأ إلى 3.5% في 2024 و4% في 2025،
ونعتقد أن التضخم سيتراجع نوعا ما إلى وسط يبلغ 33% في 2024، ولكن كما قلت قبل قليل نتوقع المزيد من التعديل في سعر صرف العملة بوصفه أمرا واردا جدا. نحن نشكرك جزيل الشكر سيد ريدموند رامسديل، أنت رئيس قسم التصنيفات بنوك الشرق الأوسط والخدمات المصرفية الإسلامية في وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية.